أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ من جريدة الأهرام المحلية. السيسي: الإرهاب والزيارة السكانية أخطر ما يواجه مصر. والرئيس يؤكد في افتتاح مؤتمر الشباب أن الخروج من دائرة العوز بالكفاح والصبر وليس اليأس. مصر ستحيا بقوة شبابها، والدولة تؤمن بالحوار وتبادل الرؤى. سيكون لدينا نظام تعليمي يليق بنا، و180 مليار جنيه تكلفة تعليم 18 مليون طالب. في السياق ذاته نقرأ من صحيفة المصري اليوم: رئيس الوزراء: قطعنا شوطا طويلا وأمامنا 3 سنوات من الإصلاحات. إسماعيل: نواجه مشاكل أهملت لفترات طويلة وسنجني الثمار تدريجيا. وزيرة الاستثمار: مبادرات لتحويل أفكار الشباب لمشروعات منتجة. إلى جريدة اليوم السابع ونطالع منها وزير الأوقاف: مؤتمرات الشباب فرصة للوزراء والمسؤولين للاستفادة من آراء الشباب. اليوم انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق. 79 علمي و77 أدبي وأماكن خالية ب4 كليات هندسة و11 كلية طب بيطري. وفد روسي يمهد لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو. نتابع قراءتنا من جريدة الأخبار التي كتبت: الضربات الاستباقية تحبط مخططات حركة حسم الإرهابية. خبراء الأمن: اختراق معسكرات التدريب وتحديد أماكنها بداية النهاية للإرهاب. تنفيذا لتكليفات الرئيس: أرصدة القمح والسكر والزيت آمنة، تغليظ عقوبات المتلاعبين ولا إجبار للمواطن للحصول على سلع محددة. جريدة الشروق جاءت أبرز عناوينها كالتالي: شكري يبدأ جولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا. اليوم الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الوحدة الإماراتي. رياح التغيير تهب على الزمالك، اتجاه داخل مجلس الإدارة لرحيل إناسيو ورئيس النادي يتوعد. في عموده بجريدة الأخبار أعرب محمد بركات عن تفاؤله بالمؤتمرات المتتابعة للشباب والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا، وتحت عنوان الشباب ومؤتمراتهم قال: لا خلاف بين مجمل الفئات والمستويات المختلفة المكونة لنسيج المجتمع على النظر بإيجابية واهتمام شديدين إلى المؤتمرات الوطنية للشباب التي انتظمت في الانعقاد بوتيرة شبه ثابتة في محافظات مصر المختلفة. هناك توافقا عاما أيضا على النظر إليها بوصفها عملا جادا وتحركا متوازنا على الطريق الصحيح لدمج الشباب في المسيرة الوطنية السعية لبناء مصر المستقبل. الهدف من وراء هذا هو أن تصبح هذه المؤتمرات بمثابة قناة الوصل الدائمة والقوية التي تربط جموع الشباب بجسد الوطن. نتحول إلى أبرز ما جاء بالصحف العربية، والبداية من الشرق الأوسط. سلطات الاحتلال تركب مسارات حديدية أمام الأقصى والمرجعيات ترفض. مواجهات في الضفة وقصف في غزة واجتماعات ماراثونية للحكومة الإسرائيلية المصغرة. تحذير أممي من تداعيات كارثية لأزمة الأقصى. ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط يطالب بإيجاد حل قبل يوم الجمعة. من الخليج الإماراتية نطالع: إسرائيل تشدد حصارها على الأقصى والفلسطينيون يعتصمون بالمقاومة. الجامعة ترفض المساس بالحرم القدسي وتدعو للمواجهة. وفي سياق آخر: مبادرة فرنسية لتسهيل الوفاق الليبي ومحاربة الإرهاب. مسؤول دولي: انتشار الكوليرا في اليمن يأخذ منحا خطيرا. من الصحف اللبنانية نتابع: من المستقبل إسرائيل توقف استخدام أجهزة كشف المعادن وتقرر استخدام وسائل مراقبة جديدة عند مداخل الأقصى. نذير أزمة دبلوماسية على خلفية مقتل أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان. الأحزاب السنية والشيعية تتشظى بالعراق. الحريري: هم الوحيد المحافظة على لبنان. ونرصد من عناوين السياسة الكويتية: نشر قوات روسية بمنطقتين يشملهما خفض التصعيد في سوريا. بغداد تحبط محاولة طهران إثارة أزمة جديدة لها مع أربيل. 10,000 قوقازي في صفوف داعش.
الحكومة اليمنية تطالب نقل مقر المنظمات الدولية إلى عدن. ونقرأ من عناوين صحيفة الحياة اللندنية: موسكو تدرس شروط خفض التوتر في إدلب ودمشق ترى انفراجا. داعش يهاجم الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، ونازحون إلى جنوب العراق يخشون العودة إلى الموصل. عون: نتائج التطورات الميدانية ستعيد الأمن والاستقرار للحدود. البوابات لا. تحت هذا العنوان نبهت صحيفة الوطن السعودية إلى خطورة ما يحدث في المسجد الأقصى، ودعت إلى ضرورة حفظ مقدساتنا وتحرير أراضينا. السكوت عما يجري للمسجد الأقصى بأن يحصل له ما حصل للمسجد الإبراهيمي في الخليل، وهو ثاني أهم مساجد فلسطين، أمر لا يقبل به أتباع أي ديانة. إنما يحدث أمر جلل وعظيم يشبه سقوط القدس نفسها بعد النكسة، ويجب أن يكون موقفنا منه أفرادا وحكومات موازيا لهذا الحجم، على الأقل أن يلقى التعاطف والتأييد السياسي والإعلامي المناسب. معركتنا في فلسطين هي معركة وجود لا حدود، معركة الأمتين العربية والإسلامية. لم تكن يوما قضية فلسطين فحسب، ولا يجب أن تكون. فحتى لو تنازل أهل فلسطين عنها، وهم أبدا لن يفعلوا، فإن هذا لا يعفينا من مسؤولية حفظ مقدساتنا وتحرير أراضينا. ونتحول إلى الصحف العالمية، ونبدأ من عناوين صحيفة ليموند: إزالة الأبواب الإلكترونية من الحرم القدسي الشريف. المسجد الأقصى هو قلب الهوية الفلسطينية، وتحولت أزمته إلى أعمال عنف دامية دفعت إسرائيل للتراجع بعد أن تورطت في قلب الأزمة. التطورات في المدينة المقدسة بسبب الأبواب الأمنية ليست سوى امتداد لنصف قرن من الصراع على الأرض. من جانبها كتبت صحيفة هارتس الإسرائيلية: درس نتنياهو الصعب هذا الأسبوع. عندما تمطر في الشرق الأوسط فإن الفيضان يتدفق للخارج. ما دامت إسرائيل تسيطر على المسجد الأقصى، يجب على رئيس الوزراء التفكير ليس مرتين أو ثلاثة، وإنما 100 مرة قبل اتخاذ أي خطوة في وجه هذا البرميل من البارود المشتعل. ومن عناوين صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: جاريد كوشنر صهر ترامب ينفي تهمة التواطؤ مع روسيا، ويواجه المزيد من الأسئلة من الكونغرس اليوم. التعاون مع روسيا يصبح محور استراتيجية ترامب في سوريا. الولايات المتحدة تعتمد على موسكو لمنع القوات الحكومية وحلفائها من التدخل في الاشتباكات مع داعش، لكن الكريملين لا يمكن الوثوق به. ومن الصحف البريطانية نقرأ من صحيفة الاندبندنت: التعاون العسكري بين الروس والأكراد والسوريين يحدث الآن سرا. الكاتب روبرت فيسك يبدأ سلسلة تقارير تكشف عن أن الاتصالات الجديدة تثبت أن جميع الأطراف مصممة على تجنب المواجهة العسكرية بين موسكو وواشنطن. جولة أردوغان الخليجية تفشل في تخفيف أزمة قطر. الرئيس التركي هو خامس زائر عالي المستوى يفشل في أحداث انفراجة في أزمة تمويل الإرهاب. ونقرأ أيضا من صحيفة الجارديان البريطانية: الفضائح تهدد قبضة رئيس الوزراء الياباني على السلطة. الأزمة لا يمكن تجاوزها كما يبدو، وآبي يعاني الآن من انهيار شعبيته في استطلاعات الرأي وسط اتهامات بإساءة استخدام السلطة. أردوغان يحاكم 11 صحفيا من صحيفة جمهورية المعارضة بتهم من بينها مساعدة منظمات إرهابية. أردوغان يبدو محصنا ضد الضغوط، لكن أوروبا يمكنها الصراخ لحماية الصحفيين. السياسة الأمريكية في سوريا رصدها مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، معتبرا أن فريق ترامب يكرر نفس أخطاء أوباما في سوريا. وتابعت الصحيفة: لطالما هاجم مسؤول إدارة ترامب سياسة أوباما التي اعتبروها فاشلة في سوريا لتبرير نهجهم الذي يشمل التعاون مع روسيا وقبول استمرار حكم الأسد والتخلي عن فصائل من المعارضة التي دعمتها واشنطن لسنوات.
رغم أن فريق ترامب ورث ملفا مرعبا في سوريا من الإدارة السابقة، إلا أن طريقة التعامل معه تكرر نفس الأخطاء الجوهرية التي وقع فيها أوباما، ومن المرجح أنها ستؤدي إلى نفس النتائج الوخيمة على الصراع وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة. في مقدمة هذه الأخطاء السماح للأسد وإيران بتوسيع مناطق نفوذهما والتفاوض مع روسيا بدون ممارسة أي ضغوط. ولا يتبقى من هذه الوقفة الصحفية سوى نظرة على أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.